مرحبا، معكم غصن ويزن، رجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم انتو طلبتوا منا انه يوم كامل بلون محدد، تمام؟ بس نحن رح نعمله بطريقة مختلفة ثانية. أنا يزن هو رح يتحكم رح يتحكم بغصن بهذا اللون بهذا اليوم. ايه مبسوط انت؟ طبعا مبسوط، في تحكم لك، في تحكم. الالوان ما الوان. يلا خلينا نبلش. غصن، نعم. اللون اللي بدك تلبسيه اليوم هو اللون الاصفر. يا جماعه غصن ما بتحب اللون الاصفر، وانا اخترت لها هذا اللون. ولا قطعه لون اصفر، ولا قطعه ولا كنزي ولا مو مشكله، مو مشكله، كله انا حسب له حساب. شو اللي حسب له حساب؟ شفتي حولتك ليك بالكازي طالع عليها انت قبلت التحدي مو هيك؟ ايه بس على الاقل يوم كامل يوم اشتري لي كنزي صفرا. خلص رح اشتري لك كنزي صفرا، بس اليوم بدك تقضيه كله باللون الاصفر. بعرف بس مش هالكنزي. كيف مو هالكنزي؟ مو هالكنزي ليك. يلا معي معي. يلا خلينا نروح ناكل. ناكل؟ لا ما رح ناكل، انت بدك تطبخي اليوم طبخه بتكون لونها صفرة. اوكي ما رح ناكل برا كمان لون اصفر؟ لا ما رح ناكل برا لون اصفر، لا 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 لا. طيب يلا خلينا نطلع، خلينا نشوف شو رح نعمل وشو رح نساوي. لحظه قبل ما نبلش، بعد في شغله. المكياج شو بين مكياج؟ لازم يكون ليكي صارت وصلت. شو عملت فيه؟ شفتي؟ ليك كيف صار؟ شو هالمكياج هذا الأصفر؟ اليوم الحلقة برعاية الصيصان. هالصيصان شو حلوين عم بيدوروا على أمهم مبسوطين. بس هاي الكنز بقولك بقول عنك صوص. ها والله صوص انت عم تقلبني. ليك 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 هالصيصان ليك بعد شو رأيك جيب ريشي هون حطك؟ هلق نشوف، هلق نشوف شو رح نجيب لك. لا عم بعطيك كمان أفكار رؤيا. جينا على مكان هو مكان ما بيتعلق بالشيء تبع اليوم، بس أنا حاب أشتري شغلة منه. بدي خبرك شيء، اليوم مش تحكم، مش تحكم 100%. مو تحكم بس أنت اليوم أصفر. هو لون. إيه شو رح شو جيب جينا على هيدا ستور؟ شو بدنا نعمل هون؟ هلق بتشوفي. الله يستر. ليك قصة انبسطت، فكرت انه جايبه لهون مشان هي مثلا. اوكي حلو. حلو يا جماعة، هلا قصة صارت صوص حقيقي. لو تشوفوا يا جماعة شو صار معنا، انا كنت عم بصور وهجموا علي كأنه ما بعرف شو عامل. بلشوا لي ممنوع التصوير هون وممنوع كذا ولازم تجيبوا موافقة للتصوير وهيك، فعاد انا فتنا لجوا صورنا لكم شوي. انا جبت هاي. ايه وانا جبت لها هذا. سو رح حطه هلا. هلا بدي بخ على شعري كمان. خليها تصير اصفر اصفر. طب اعطيني مجال بس. غمضي عيوني. مش على كل شعري. التحدي اللون الاصفر. يا ريحته. رجع رجع شوي. غمضي عيونك، غمضي. افتح الشبابيك، افتح. ماش فيه. نزل نزل لتحت البخ. شوف كيف صارت. ليك انا كيف ايدي صارت. ليك 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 كيف ايدي كمان. صف لك، ابعدي عني ابعدي عني. هاي خلص. لا 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 ما تخاف ما خلصت. هاي يا جماعة عليكم. ها ما خلص ما خلص. شعري كيف صار؟ بروح اشتري واحدة ثانية. لا لك لك كيف صارت صفرا صفرا. بدي اكل جعت. انت بدك تطبخي بس هذا كيف بدي اشيله عني؟ يا جماعة عليكم غصن عم بتغش. هذا اصفر. ايه لونه اصفر بس البرجر الخبزي لونه مو صفرا، فمعناته انا رح اكله اصفر. لا ايه والله اورنج مو اصفر. طيب بعرف ما لقيت شيء. فانتا ما كمان لونها بس ما رح افتحه هلا. انا رح اشرب. يا الله
طبخناه خلينا نروح نجيب اكل اصفر. يا جماعه يا ناس، وهلا شوفوا لي هالغصن، شوفوا لي هالاصفر، شوفوا لي هالاصفر، لك يسلم لي الاصفر، لك يسلم لي الاصفر. هلا شو بدك تطعمينا اليوم؟ شيء باللون الاصفر. هلا بس نفوت من فوق. هل لكنها هاي يعني ما مو معتبره، هذا غش اسمه على فكره. ها بس البومس لا، كان يعني البطاطا كان لونها كمان، البرجر خبزي لونه وين بس غاد تبع غصون، غصون هونيك تبع المشاريب، نحن بدنا نروح من هون، هون تبع الاكل. اوكي غصون. يا جماعه فاتي بالحيط بهاللون الاصفر، شو قصتك؟ شو القصه؟ اللون الاصفر. ليك شو هاي؟ طلع شو فيه. أناناس. ايه يا جماعة غصن النواد تعملنا بيتزا. انا حابة اعمل بيتزا بس ما في زيتون اصفر. لا في هلق فديك هلق زيتون اخضر هون بيكون لونه اصفر. اوكي ايه تمام، خلينا نشوف. يا جماعة عم بتغش، هاي فيها لون اصفر تمام، بس ممنوع تشتري هدول. شو الالوان هدول؟ ممنوع. بدي انا بس الاصفر. ايه طيب تمام، يلا على اساس انت ما بتغش. لا ما بغش انا، ما بتغش يعني. اصفر وبس، ممنوع تجيبي اي لون ثاني. بس صارت جاي بندوره واناناس. بندوره بندوق البندوره حامض واناناس. صرنا عند الصوص. هلا عندنا هون كاري مانجو. لا 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 عند الصوص لازم يكون اصفر. يلا وصل. شو هو؟ قريب على الاصفر. لا لا مو طيب، اصفر وبس. هلا مندور ومندور ومنرجع. لقينا هذا الصوص تمام، يعني قريب هو على الاصفر، ما عاد مرقه المره بعتقد للباستا ايضا، بس يلا رح نجربه للعسل انا. وقفي عندك. ما في غير لون اصفر، اذا بتلاقي لون اصفر تمام اوكي هذا يلا جيبي، بس غير لون اصفر ممنوع. هذا اصفر، هذا اصفر، حتى الشيبس اصفر. اوكي شو كمان؟ شو كمان؟ هلا وصلنا عم تنقي المشاريع. لون اصفر. شو هاي بس؟ مو طيبين. جيبي لي الفاتا، خذي هذا. هاي اورنج. هاي اصفر؟ لا لونها صفر. هاي اورنج؟ لا حط هذا تبعيته لونها شو اسمه. هاي اصفر. طيب يلا خلص تمام، جرب على هذا ليمون. جربي يلا. اوكي هلا هذا نحن اشترينا اغراض، صاروا كلهم هون، صار في شويه غش مني انا مو من غصن. لا 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 هي انا بدلت الكيس، هو اصفر. هو الشيبس اصفر. اوكي بس انا جبت اللايت. اللايت بس الكيس الثاني انا جبته. ايه ما لي علاقه. تمام وهون جبنا الاغراض هذول اصفر بس غصن دائما بتجي. رحت اشتريت لي بريق. بريق اهم شيء، البريق لانه اللي عندي انكسر. ايه انكسر. هلا ليكم اسمعوا، هلا نحن عم نورجيكم اغراض. هلا بالبيت ما فينا، بالبيت ما نبلش هلا نغسل ونجلي وبعدين بنقعد ونصور ونحضر ونتحمم. اهم شيء نتحمم. لا ما فينا نخلص. صحيح انت مشان شعراتك. خلص ما فيني، لازم ضلني بالاصفر. طيب ماشي يا جماعه. اغرب شيء نحن هون بمنطقتنا بنفوت الشمس طالعه بنطلع بتكون لك كيف الجو، يعني شيء غريب. واليوم الجو كثير حلو عندنا، يعني شوفوا مجمل هالجو، شايفين مجمل هالجو؟ حلو كثير، بالاخص مع الاصفر غصن مع الشجره هذيك لك. هلا بدي اوقفك بتعرفي وين؟ وين؟ عند شي شجره هيك وصورك. وصلنا على هالمكان، انا كنت ماشي بالسياره بصراحه، شوفوا هيك حبيت اوقف هون، عن جد مناظر هيك راحه نفسيه. بعد غصن بهالمناسبه السعيده. ايه بدي اكثر نيله بدنا. بعد يلا خليكم مع مين؟ ما رح غني وطول مع هالصيصان. رح غني ورقه الاصفر. ليش؟ لان انا لابسه اصفر. اوكي يا سلام على الذكاء. يلا ورقه الاصفر شهر ايلول تحت الشبابيك ذكرني ورقه دهب مشغول ذكرني فيك ذكرني فيك. وها وصلنا على البيت وبلشت غصن هلا بدها تعمل لي البيتزا. بدي اعمل بيتزا باللون الاصفر. طبعا مثل ما قلت لكم انه نحن بس نجي على البيت اي غرض بنجيبه من السوبر ماركت بنجي بنغسله بنفضي الاكياس وكل شيء وكل شيء وكل شيء. طبعا ليه انا يعني مو عليها تثقل بشيء يعني. تمام اذا بتثقلي بشيء يا ويلك. وقت كورونا وبعد كورونا انه اي شيء لازم نجيبه
لازم نغسله شو ما كان. الدخيل اصفر بس. العلب لازم نحط الكاس الشيبس كل شيء كل شيء كل شيء. فهلا انا بما انه جينا على البيت وغسلته هيك فضناهم هون. هاي الجبنة الصفراء؟ الجبنة الصفراء جاي على اورنج بس سامحونا يعني. لا لا صفراء صفراء هي صفراء. هلا مبيني اورنج. مو مبيني اورنج صفراء، هاي على الكاميرا صفراء. بس انت الكنزي اللي لبستيها صفراء فاتحة يعني. اوكي. اوكي. هون جبنا الصوص بعتقد هي للباستا بس رح نجربها للبيتزا. تمام. بيجي هاي بابريكا مع حر مع زيت زيتون مع شو؟ طب اوكي يلا. بعده زيتون يا سامحونا هالمرة هيك جاي على اللون الاصفر اصفر على خضر تمام اوكي وهون في فطر وبابريكا و بس هذا الفطر مو لونه اصفر ليه بدك تستخدميه؟ ما شو بس بناكل جبنه وهيك طيب يلا اوكي طب ما هالزيتون منه اصفر بس لا على اصفر معي خلص مو الفطر كمان نفس الشيء طيب انا شايفته اصفر اصفر الفطر طبعا كمان اناناس قبل ما نبلش بالاناناس لازم ندوق قبل ما نبلش بالبيتزا لازم ندوق طبعا ليك وغسلنا ايدينا وعقمناهم وكل شيء يعني صار لي ساعه انا عم بغسل ايدي وغصن عم بغسل ايدي انا شعراتي على فكره منه طايقتهم انتوا لو بتتخيلوا هيك صايرين هيك ما عم يحركوا جامدين اف يلا تفضل اكلته صح شو هون طيب دوق يلا يلا نبلش يزن شو عمل هاي العجينة منا صفر الحين جبناها جاهزة ايه فراح هو يعمل لي اياها ظبط ليها بالصينية هيك اوكي اوكي هلا هي عليكم عم بساعد انا مشان هي بتقول ما انه ما عم بساعدكم بس بالاكل بس بالأكل. طبعا ايه شي بالبيت لا ابدا شوف شو طعمتها حلو والله هات شو هلا بطالة روح كيف بعطيني وحده جديده بدي احطهم غصن اوعيك يدقروا بالطاوله الطاوله بدها تعقيم ما دقروا ما لا دقروا خلص حجمه يا عم هلا غصن عملت اول طبقه من الجبنه هلا بدي كمان بدك تجيب لي كمان معلقه لماذا كمان حط المايس اوكي يا جماعه في شغله هلا نسينا نخبركم اياها بس يجينا نحاسب على الكاسه بالمهم المرة استغربت يلي صارت تضحك من تحت لتحت بدون ما تفرجينا انه شافت كل شيء جايبينه اصفر وغصن بق على راسه اصفر ولابسه كنزه صفراء فكرتها لغصن في شيء براسها اذا بدكم يعني اعمل بيزن نفس ما عمل فيه اليوم اكتبوا لي تحت التعليقات ايوه ايوه لا اختار لك لون شو هو اختار لك لون يا جماعه بس انتم كونوا واقفين معي هيك وقفوا معي أبداً. وقفوا معي طب خليهم هون يختاروا لي اللون شو رايك ايه انتوا اختاروا تمام؟ اللون اختاروا لي اللون الاسود لانه انا كثير بحبه بليز بليز يعني ما يعني انه ساعدوني يعني ساعدوني ايه وشو بدنا نعمل بس أكل. الله شو هاي بدها تطلع بيتزا بتشهي على فكره هاي بيتزا اصفر بيتزا هلا رح نسميها بيتزا بيتزا غصن الصفراء يلي بده الوصفه يكتب لنا نكتب له شايف لونها كيف اصفر ايه بس بالله نجح اكتبوا لنا بالتعليقات نجحت غصن بال بهالتحدي ولا لا انت شو رايك غصن نجحتي طبعا غنيت باللون الاصفر عملت شعر اه كمان صحيح غنت باللون الاصفر ولبست اصفر حطيت حمل ومكياج اصفر كل شيء وبخت لك على شعراتك لون اصفر هالشيء ما كانت متوقعه ابدا اصفر واورانج وهيك المهم احنا على مكان فيه اصفر اوكي والبيتزا صارت جاهزه يلا خذ غصن شوي شوي حطي معه اناناس مع البيتزا اناناس؟ ايه ولا مره ذقتيها؟ مره ما بتتذكري جبت بيتزاي فيها اناناس؟ بس تشيلهم الاناناسات او انت كنت تشيليهم خلص بدون ما تحطي لا بدك؟ لا لا بدك يحط لك على اسم منها لا 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 ما بدي بيتزا الصفراء صارت جاهزه وهي البيتزا الصفراء انا مره بشوف فيها بيتزا لونها اصفر هيك يلا هلا مندوق بس على فكره الريحه مبيني يعني واو يعني طيبه يا سلام يا سلام مبيني شيء بشهي وهلا اجى دور كمان الفانتا مكتوب عليها اون سكر وهي بتكون مليانه سكر بدي احط شوي بدي ذوق شو؟ طيبه والله؟ يا ذوقيني يا سلام كنتك الشهيرة يا سلام ماشي حالة طيبي 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 يلا اوكي يلا ندوق البيتزا
بصوا بس لمعلوماتك البيتزا ما بتتاكل بالشوكة. ما علي هالمرة يعني هالمرة. اوكي. لندوق. شو؟ طيبة؟ شو أصلاً؟ بدي ذوق مرة ثانية. ليش شو ما استطعمتي من أول مرة؟ لا بدي ذوق بعد لازم ذوق كمان أعطيك ال مو مزاجة. طيبة؟ بس كلها جبنة. كلها جبنة؟ هات لأشوف أنا. هاك لأشوف. بدي كاتشب يا زلمة. ما في. بيت. بدي كاتشب. طعمي غريب بس. عن جد بيتزا بس طعمي غريب. لا طيب. ناقصها كاتشب. ما في كاتشب. كاتشب. ما في كاتشب. بدي غش. وهيك بيكون الفيديو اليوم خلص. إذا حبيتوا هيدا الفيديو ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد. تابعونا على الانستغرام تلاقون تحت بصندوق الوصف. وكمان إذا حابين لا لحظة شوي، أول شيء شكرا كثير 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 على تعليقاتكم الحلوة يلي عم تكتبوا لنا إياها، يلي عم تخلينا نستمر وعم تشجعنا، وأنا بالنسبة لي كثير عم بنبسط بس عم بقراهم. بس أنت؟ وغصن كمان طبعا. فعاد أنتم كتبتوا لنا كمان بالتعليقات إنه نحط أسماءكم بآخر كل فيديو، فعاد نحن نختار 3 أسماء أو 4 أسماء بالفيديو الجاي. تكتبوا لنا اسمكم، تكتبوا لنا من أي بلد أنتم، وكرمال نحكي أساميكم بالفيديو الجاي. بعد هيك بيكون خلص فيديو اليوم. هلا صار فينا نقول لكم تصبحوا على خير ويلا باي 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 باي.